شركة مصارعة تقريبا جديدة ما حد يعرف عنها أي شيء في الوطن العربي، وأنا متأكد أن هذه راح تموت بسرعة لأنها تعتمد بس على الدموية وعلى العنف، وأنت لما تزيد العنف وتزيد الدموية وتعتمد على الدموية والعنف وكل مرة تصعد أكثر وأكثر، جمهورك يكون متبلد. فهي ما تعتمد على يعني قصص وحبكات وسيناريو، المصارعة الباردة بس فيها سالفة وفيها قصة، والمصارعة هي يعني رياضة ترفيهية، هي رياضة ترفيهية، رياضة استعراضية بس فيها قصة، فيها حبكة، فيها دراما، فيها تخطيط، فيها تكتكة. يعني انه يشتغل مثلا على ركبته طول المباراة، وفي نهاية المباراة يعمل الحركة القاضية مثلا بس على ركبته، فبالتالي يخلي المصارع يستسلم. هذه التكتيكات والاستراتيجيات هذه اللي تسلي وانت تشوف المصارعة. الجي سي دبليو بس عنف، بس عنف مباشر، يستخدمون الأسلحة والسوالف هذه. فكونهم قاعدة جماهيرية ولكن راح يموتون بسرعة. اللي يعني مقويهم جون ماكسلي بس، مع طبعا اللي شالهم كلهم على ظهره شو اسمه اللي كان اسمه قبل، مستحيل انسى اسمه، ربي شو كان على طرف لساني، اللي كان في الدب دبي يقول هو عرفته، يا ربي اللي تذكر يقول لي في التعليقات، والله على طرف لساني ما ادري شلون راح. لحظة أنا بطفي البث لين أتذكر. كاردونا مات كاردونا، نيك جيج شايل يعني كل الشركات اللي ما حد داري عنها، وخرطي والشركات القوية ما يبونه، صارع في الـ AEW بس مرة نيك جيج، إيه لأنه بالفعل ودوه السجن أكثر من مرة ومات كلينيكيا، جسمه كله تعطل، وأعلنوا أنه مات فعلا ولكن على آخر لحظة تشنج وصحة، مجرم حقيقي نيك جيج وسجنوه أكثر من مرة، وهذا خبل. هو العنف مو قوة ترى، مو رجولة، ومن أخطائه، من أخطاء صارت فيها البلاوي الصحية، من أخطاء في المصارعة، يعني مصارعة فن، هي فن. أي بس وسلامتكم. عاد ما أدري ترى ما حد مهتم بأي شيء أنا أقوله، بس أبى أقوله كيفي قناتي.